أجواء جميلة هنا، مشاهد خيالية، حضور كبير في المدرجات، والكل ينتظر. الإثارة منتظرة هنا، فلا تذهبوا بعيدا، نعدكم بتغطية تليق. أهلا بكم مشاهدينا أينما كنتم من ملعب سانتياغو برنابيو. تقام مباراة اليوم في ظل هذه الأجواء المثالية والطقس الجميل جدا. سنكون مع حضراتكم من كابينة التعليق، محدثكم فارس عوض. توقعات كبيرة ونتمنى مباراة على هذا المستوى من التوقعات، حيث سيكون الميرينغ ريال مدريد في مواجهة المغرب. كل شيء رائع الحقيقة، نتمنى لكم تجربة ممتعة مع هذه المباراة والاستمتاع بكل دقيقة فيها. هذه هي تشكيلة ريال مدريد في مباراة اليوم. ناتشو فرنانديز سيلعب بجوار روديغر في الخط الخلفي، فالفيردي سيبدأ رفقة تشواميني في وسط الملعب، وفي الأمام رأسي حربة لزيادة فرص التسجيل في هذه المباراة. فرصة للتسجيل ومحاولة، لكن الكرة تصل إلى الحارس. هل تستغل هذه العرضية؟ أوهو، جاء الهدف المبكر ليشعل الأجواء. نشوف الهدف مرة أخرى، شوف كيف لعب للتمريرة، وبكل ثقة وبدون تردد تشاهد الهدف من المسافة القريبة. من الصعب جدا إهدار هذه الكرة. هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. توني كروس، وصلت إلى فينيسيوس، بيلينغهام، وصلت إلى ميندي، تنتقل السيطرة للمنافس. حلوة الكرة البينية خلف المدافعين. انصيري، تصدي ممتاز هنا، كرة صعبة من مسافة قريبة، لكن شاهدنا ردة فعل سريعة وإنقاذ للموقف. تصويب على المرمى، الله على المهارة، حلوة التسديدة، كرة بتعدي بجوار القائم، كانت قريبة من هز الشباك. شوف الأسلوب، شوف اللقطة، كانت بحاجة للتوفيق فقط في اللقطة الماضية. زياش، ولا مع حكيمي، تدخل بكل قوة داخل المنطقة. وصلت لفينيسيوس، مزراوي، بينية تضرب خط الدفاع، لكن اللعبة لم تحقق أي تأثير يذكر. وصول الدعم من الزملاء في هذا التوقيت، كرة متاحة للتسجيل، والكرة في المرمى، هدف يعزز تقدمه بهدفين الآن. شوف الإعادة وركزوا في هذا الهدف جيدا، لأن في عمل كبير من الفريق، ضغط كبير من الفريق، ونعرف بأن الضغط يولد الأخطاء، وهو ما حدث هنا وأدى إلى تسجيل الهدف. هدف يوسع الفارق مشاهدينا، النتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. توني كروس، حلوة البينية هنا، كرة لابد من إبعادها، البحث عن كرة مرتدة. مميز الضغط العالي في استعادة الكرة في مناطق خطيرة. ممتاز التصدي، تألق كبير من حارس المرمى. مساندة تصل الآن، لكن تروح الكرة وبتضيع الفرصة. فينيسيوس جونيور، مزراوي، يوسف النصيري،
حلو التدخل، خلص الكرة بدون مشاكل. وصلت لفينيسيوس. فينيسيوس بيلعب لكرة عرضية، لكن تنتهي الخطورة بدون أي تأثير حقيقي. خيارات متاحة هنا في هجوم مرتد. ينطلق بالكرة الخطيرة. أوهو، الكرة في القائم. راحت الخطورة، انتهى التهديد. والآن مع فينيسيوس. يتقدم بالكرة. أوهو، أبعدها حارس المرمى، أو الأفضل أن نقول أضاعها اللاعب وهو في حالة انفراد. لا يمكن أن تهدر هذه الكرة. لونين، فرصة خطيرة هنا. تصدي والكرة ما زالت في الملعب. وهنا التأكيد في المرمى. تصدي جيد من الحارس، لكن غياب الدفاع يسهل المهمة هنا. نشوف الهدف مرة أخرى. حقيقة هنا ما تقدر تلوم حارس المرمى، بذل مجهود، حاول، أنقذ الكرة في المرة الأولى، لكن كانت المتابعة حاضرة وبالتالي الكرة في الشباك. أعتقد بأن هذه المباراة انتهت في شوطها الأول، لأن فارق الأهداف صار كبير في هذا اللقاء. فينيسيوس، وصلت إلى فينيسيوس. وصلت لفينيسيوس. دفاع قوي وتدخل لافتكاك الكرة. بيلينغهام، مبابي، فرصة هدف لمبابي. تصدي رائع لهذه اللقطة. نصيري، أوهو، يتخلص من الرقابة. هذه كرة هدف. ممتاز زياج في البينية. يا سلام على التمريرة. مستحيل، مرة أخرى في المرمى بأداء خيالي يوسع الفارق لأربعة أهداف. يا سلام، شوف الإعادة، شوف الانطلاقة، شوف الكرة الفردية، شوف الاختراق، شوف المهارة. الله، كيف وضعها في المرمى، هدف روعة. رباعية نظيفة، واضح أن المباراة تسير في اتجاه واحد. كيليان مبابي، تشاوميني، الكرة يفقدها بعد تدخل الفريق الآخر. ممتاز التحرك لدعم الهجوم في اللقطة. زياش، وفرصة هدف الآن. ما زال يحتفظ بالكرة. افتكاك للكرة داخل المنطقة. عند الفرصة. الله على التصدي وإبعاد الكرة. مندي بلا تردد يبعد الكرة عن مرماه. كرة فيها خطورة. اعتراض حاسم في توقيت مثالي يمنع الخطر. الحكم يضيف دقيقة واحدة كوقت بدل ضايع. كرة ملعوبة إلى الخلف بمبدأ الأمان. شوط أول ينتهي هنا في ملعب سانتياغو برنابيو. ينطلق شوط المباراة الثاني، واللي يبدو نظرياً تحصيل حاصل، لكن لا مستحيل في كرة القدم، كل شيء وارد، وننتظر صورة مختلفة. بيعدي فيها من المدافع. فرصة هنا، هل تستغل؟ نجم المباراة
حريص القمة حديث اليوم، مانشيت الصحفي غدا يتألق ويسجل الهاتريك في هذا اللقاء. نشوف كرة الهدف من جديد، شوف كيف عدى، شوف كيف تجاوز المدافع بشكل مهاري، ثم التسديدة الرائعة القوية في المرمى، ما كان لحارس المرمى أي مجال للتصدي. خماسية نظيفة، نتيجة عريضة جدا من المستحيل تعويضها. امبابي، تاكلينج ناجح هنا، استرجاع جيد للكرة، فينيسيوس، والآن مع فينيسيوس. أوهو، الله على هذا الهدف، يا فنان يا ممتع يا لعب. حكيم زياش، تدخل ممتاز لاستعادة الكرة. توني كروس، الآن مع فالفيردي، فرصة هدف الآن. أوهو، إنقاذ ممتاز، ضربة ركنية ترسل إلى وسط منطقة الجزاء. تشاوميني بيسدد الآن في المرمى، يتصدى حارس المرمى. الكرة تضرب العارضة وترتد مرة أخرى. سفيان مرابط، حكيم زياش، وصلت لحكيم زياش، وصلت لحكيمي، فرصة خطيرة، استخلاص ممتاز. حكيم زياش، تعود إلى زياش. أوهو، تصدي رائع، لكن هنا يتم الإعلان عن وجود تسلل. ريال مدريد يستعين بدكة الاحتياط الآن. نصف ساعة تفصلنا على صافرة نهاية المباراة. فالفيردي، دانيال كارفخال، الكرة في الهجوم بعد ضغط متقدم وتدخل رائع، خطورة قائمة بعد هذا التصدي. سفيان مرابط، وصلت لحكيمي، فرصة خطيرة، مستحيل هذا الهدف. كم أصبح العدد الآن، هجوم كاسح هنا في الملعب، أي أداء هجومي في هذا التوقيت. نشوف إعادة الهدف ونشوف كيف مررها، حلوة كانت الزميلة، والنهاية اللي كان سهل جدا بالتأكيد لأنه قريب من المرمى ومتمركز بشكل سليم. النتيجة الآن 6-1، 5 أهداف تفصل بين الفريقين. تشاوميني، والتدخل الحاسم هنا، خوسيلو، تدخل قوي مثالي في هذا المكان، حكيم زياش، حلوة اللقطة من مبابي، فرصة هدف لمبابي، الله على التصدي القوي، ركنية إلى داخل المنطقة، يا رب، كرة في القائم، ارتدت الكرة من العارضة، وجدت يد حارس المرمى بعد أن تصدت لهذه الكرة، الله على هذه اللقطة.
تمريرة تفتقد للدقة وتخرج إلى خارج الملعب، رمية تماس. إذن حكيم زياش، وصلت لحكيمي، رائع العرضية يعيدها إلى الوراء، اعتراض ممتاز، يا رب مستحيل التسديدة، الله على هذه الروعة، على الطاير في الشباك. نشوف الهدف مرة أخرى، شوف كيف لعب للتمريرة. بعد ذلك الإنهاء المثالي للكرة تحت ضغط كبير، لكن عرف كيف يتعامل معاه ووضع الكرة في الشباك. نتيجة توضح لك حالة المباراة، شوف التفاوت الكبير في المستوى بين الفريقين في مباراة اليوم. خيارات متاحة هنا في هجوم مرتد، لابد من استغلال المساحة. لاعب لا يتوقف ولا يرحم ولا يكتفي ولا يعرف سوى التسجيل، اليوم ينفجر ويسجل الهاتريك. نشوف إعادة الهدف من جديد، هجمة مرتدة كانت سريعة والفرصة أصبحت سهلة من هذه المسافة، واستغلال مميز للكرة هنا وإنهاء جميل في المرمى. المباراة في اتجاه واحد من جانب واحد، النتيجة عريضة حتى لو من الصعب تعويضها. توني كروس، خوسيرو، قد نشاهد فرصة في هذه اللحظات، تدخل ممتاز ينهي الخطورة في هذه اللحظات. الآن توجد فرصة لتهديد المرمى من خلال الهجوم المرتد. يا رب، هدف رائع في هذه اللحظات، الكرة تحرك الشباك. نتابع الهدف مرة أخرى، واللي كان من هجوم مرتد سريع، بعد ذلك تأتي اللحظة الأجمل بالتسديدة القوية، الكرة التي تذهب مباشرة داخل الشباك. برأيي بأن المباراة حسمت لأن الفارق في الأهداف كبير جدا، وأعتقد أن خلاص المباراة اقتربت من النهاية. نلعب الآن في الدقائق الثمانية الأخيرة من عمر المباراة. مبامبي، تصويب الآن، وصلت سهلة إلى يدي ياسين بونو. حكيم زياش، أعتقد بأن نتيجة المباراة حسمت ونحن نلعب في الدقائق الأخيرة، نتحدث عن فارق كبير في الأهداف لمصلحة الفريق الضيف، وبالتالي من الصعب تعويضها. كرة للتسديد الآن، يا الله تعقدت الأمور، حكم يحتسب ركلة جزاء قد تزيد الفارق في هذه اللحظات. ركلة جزاء مشاهدينا، فقط بدون بطاقات، ويسجل من علامة الجزاء. هنا إعادة الهدف، هنا ركلة جزاء نفذت بنجاح، سددها أرضية في وسط المرمى بينما ارتمى حارس المرمى وشاهد الكرة تدخل شباكه. دائما الثقة والهدوء والتركيز مفتاح تسجيل أي ركلة جزاء. ناتشو فيرنانديز، تدخل قوي في اللقطة. يوسف النصيري، كرة في العارضة لكنها مستمرة، كرة بتتخلص من روديجر. حسب تقدير حكم المباراة 3 دقائق كوقت إضافي. يوسف النصيري، تمرير كرة هدف الآن، انطلاقة رائعة هنا، قد تكون بداية تشكيل خطورة.
وهذه هي صافرة نهاية المباراة. ينجح الزوار في تحقيق الانتصار، أداء كبير من الفريق، سيطرة على الملعب، نتيجة تعبر عن الوضع بالتأكيد، انتصار مريح يجعل الفريق عنده ثقة كبيرة في قادم الأيام.